السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الفاضلين، نحييكم عبر لقاء متجدد بحضراتكم في برنامج مقاصد. منذ بضعة قرون والإسلام بالمعنى الحضاري المؤثر والنافذ غائب عن مسرح الأحداث، ليس في العالم الخارجي فحسب، بل حتى في داخل العالم الإسلامي وبين المسلمين أنفسهم. انطلاقا من هذا الواقع، يكتسب الحديث عن الحضارات في الإسلام مفهوما وبناء أهمية خاصة. نحاول في هذه الحلقة أن نضيء على هذا الموضوع انطلاقا من القرآن، كتاب الله الذي فيه خلاص المسلمين من واقعهم إذا ما أقاموه فيهم، وفيه نجاة البشرية من حضارة تنطلق في سيطرتها الراهنة على العالم من ثوابت مادية وغرائزية. ومن وظائف هذه الحلقة إثراء مادة الحوار في قضية الانبعاث الحضاري الإسلامي ضمن جهود تخصيب العصف الذهني في الأجواء الإسلامية العامة. تفاصيل هذه الحلقة تأتيكم بعد هنيها. إذن البناء الحضاري في القرآن الكريم موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ الطيف موسى الجمني، أستاذ التفكير الإسلامي، ويشاركنا الحوار طبعا من مدينة جمنة في جنوبي تونس. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الطيف. مرحبا سيدي، شكرا أستاذ جهاد، حياكم الله. يعني أنا أريد أن أبدأ معك من مع وولد يورن، الكاتب صاحب الكتاب الشهير قصة الحضارة، الذي لقي انتشارا كبيرا. في كتابه قصة الحضارة يعرف الحضارة بأنها نظام اجتماعي يعين على الزيادة، وهو وولد يورنت الذي طبعا جاء كتابه في 45 أو 45 مجلدا، يرى أن الحضارة تبدأ مع نهاية الاضطراب والقلق عند المجتمعات والأفراد. طبعا هذا أحد عدة تعريفات للحضارة سواء كان في الشرق أم في الغرب. نريد أن نفهم منك أستاذ الطيب في هذا السياق، هل حوى الإسلام مفهوما واضحا ومحددا لدلالة هذا المصطلح، مصطلح الحضارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لهذه القناة المباركة على هذه الاستضافة، وشكرا للأستاذ جهاد ولكل من كان سببا في هذه الحلقة. والحقيقة أنه لما دعاني الأستاذ جهاد رأيت في نفسي ذلك الذي لا يمكن أن يرقى لهذا، واستدعاني ظننه أني من أهل هذا الشان ومن أفراس هذا الميدان، ولكنني في الحقيقة ما أنا إلا جهول وبضاعة خالية من المنقول والمعقول، ولا يجوز لمثلي التوثب والتجاسر على مراتب الأئمة الكحول. هذا من تواضعك وفيك البركة دكتور، هذا من تواضعك، من حسن نيته وسلامة طويته وقامة طريقته لم أجد بدا من إجابته، فأقول وعلى الله القبول. لما ننظر في المعاجم العربية لا نجد لفظة الحضارة في البداية، وكلمة الحضارة لم ترد في البداية. نجد كتاب العين لأحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي، لم تكن هنالك، لم يكن ذكر لكلمة الحضارة في مادة أو جذرها حضارة. العلماء أو المؤرخون أو أصحاب المعاجم الذين جاءوا من بعد، خاصة الذين عاشوا بين القرنين الثالث والرابع، تحدثوا وذكروا هذه الكلمة. فنجد ابن فارس يقول: الحاء والضاد والراء إيراد الشيء ووروده ومشاهدته، وقد جاء بما يبعد عن هذا وإن كان الأصل واحدا. نجد تعريفات متعددة لكلمة الحضارة: الحضر والحضارة والحضارة. وقال القطان المتوفى سنة 300 هجري: فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بلادية ترانا. أبو زيد قال: الحضارة بكسر. الأصمعي قال: الحضارة بالفتح. الجوهري في الصحاح تكلم وقال بما قال به ابن فارس. نعم. الإصفهاني صاحب معجم في القرآن الكريم قال: الحضر خلاف البداوة أو خلاف البدو، والحضارة السكون بالحضر. الزمخشري ذكر الحضارة أيضا في أسباب البلاغة. ابن منظور في لسان العرب أورد كلمتها. وللحضارة تعريفات لغوية متعددة، غير أننا إذا نظرنا في تأخر ذكرها
لا نقول بأنها لم تكن موجودة استعمالات العرب منذ البداية، وذكرها متأخرا لا يعني أنها لم تكن موجودة، وإنما الكلمة موجودة في الحضارة الإسلامية. في الاصطلاح ابن خلدون يقول الحضارة إنما هي تفنن في الترف وإتقان الصنائع المستعملة في وجوهها وفي وجوهه ومذاهبه. وبالنسبة لديورانت ويل صاحب الحضارة اللي ذكرته منذ قليل أستاذ، يذكر بأنها نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقافي. ويمكن أن نتجه إلى أن الحضارة كل ما ينشئه الإنسان في كل ما يتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه عقلا وخلقا وفهما، وكل ما ينتج الإنسان وما يتعلق بالمادة والروح والدين والدنيا، وهي في إطلاقها تتجاوز حدود الزمان والمكان بما تصور به الإنسان في تصوره للكون والحياة. هناك من جعل الحضارة ثلاثة أصناف: الصنف الأول يخدم الجسد، والصنف الثاني يخدم المجتمع الإنساني، والصنف الثالث يأخذ بيد الإنسان إلى السعادة الآخرة التي تبدأ من إدراك هذا الإنسان، نقول من سن التكليف. ولذلك الحضارة في معناها تتجه إلى معنى الشهود في القرآن، والذي في معناه شهادة التوحيد وقول الحق، شهادة على وظيفة الأمة. وبذلك نرى أن الحضارة تتجاوز التعريف المادي لها. مالك بن نبي رحمه الله يقول في الحضارة: حضارة وإنسان وتراب ووقت. ارتفع نفسه الحضارة، الإنسان، التراب، الوقت. يمكن أن نعرف الحضارة بالقول: هي الصورة الحاضرة التي يبدعها الإنسان بما يعتقده في الكون والحياة. والقول بأن الحضارة ضد البداوة، يعني انتقال من مرحلة إلى مرحلة، فإنه يكون قاصرا. طيب نحن أستاذ الطيف، يعني نحن ربما بعد الفاصل سنبحث معك يعني منهج القرآن في البناء الحضاري، لكن الآن في ما زلنا في قضية تحديد المفهوم الإسلامي بالذات لهذا المصطلح. يعني كيف يمكن استخراج هذا المفهوم بدلالته الإصطلاحية من النصوص الشريعة، تحديدا من القرآن؟ هل ثمة نصوص يمكن أن تدل على المعنى الإصطلاحي للحضارة بما فهمه بعد ذلك الناس؟ بكل تأكيد، والمصطلح وإن لم يرد بلفظه في القرآن الكريم إلا أن معانيه مبثوثة في آيات الكتاب العزيز. ولذلك نجد أن الحضارة الإسلامية بروحها وبما دعت الإنسان إليه تظهر، لأن الحضارة هي في الحقيقة تعبر عن المنطلقات التي انطلقت منها. فنجد مثلا نقول فن إسلامي، فن روماني، الفراعنة انطلقوا من تقديسهم للإله عندهم فرعون، الرومان من تعدد الآلهة عندهم بنوا حضارتهم، المسلمون من توحيد الله سبحانه وتعالى، وبذلك فالتوحيد هو القيمة الأساسية والأصلية للحضارة. طيب هل يمكن القول، طبعا في التصور الإسلامي أستاذ الطيف، هل يمكن القول أن هناك يمكن أن تكون هناك حضارة مع ضعف، يعني أمة ضعيفة لكنها تبني حضارة، أم أن الحضارة هي لازم من لوازم القوة؟ لا يمكن لأمة ضعيفة أن تبني حضارة إطلاقا، فالأمة هي عنوان الحضارة، والأمة في قوتها. وإنما كان العرب قبل الإسلام لا يملكون حضارة، كانوا شذر مذر، كانوا يتقتلون. لما جاء الإسلام وصنع الأمة وبنى الأمة ووقع الانتقال من الأمة الفرد، إن إبراهيم كان أمة
جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فبنى الأمة الفرد الأمة فأخرج المدينة، ولا يعني ذلك أن تكون هذه الأمة على مقياس واحد. يمكن أن يقع الاختلاف في الرؤى، ولكن الأمة تكون تقوى وتشتد وتتعاضد ويكون لها ما يميزها عن غيرها، تستطيع أن تبني حضارة. وهذا الذي حصل للمسلمين حين عرفوا ما ينبغي أن يطلب منهم وما يقدم للإنسانية من خلال رسالة التوحيد. طب مفهوم القوة الواجب اللازم الواجب تحققه للتشكل الحضاري في التصور الإسلامي في الإسلام، ما مفهوم هذه القوة؟ ما حدودها؟ ما طبيعتها؟ القوة الحقيقية التي يمكن أن تبنى بها الحضارة هي أنه لا ينبغي أن نفصل بين عنصرين أساسيين، علوم التسخير وعلوم التيسير. الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وبعث إليه رسالة وجعل له ما في الكون، ولذلك حين يفهم المسلمون هذه الحقيقة، أي أن يجمعوا بين علوم القرآن والسنة والفقه والأحكام العملية وقضايا الطهارة، وبين العلوم التي تسمى العلوم الدنيوية، حين يفهم ذلك فيستنبط خير الطبيعة ويفهم قوانين الطبيعة ويستثمرونها ويسخرونها، حينها تحصل القوة. لأنه لا يمكن لأمة أو فرد أو جماعة أن تقوى بالانعزال عن هذه القوة والطاقة التي أودعها الله تعالى في الأرض. لكن ابن خلدون، وأنت استدللت بحديثه قبل قليل أستاذ الطيف قبل أن أذهب إلى الفاصل، يعني هو يرى الحضارة هي استزادة في الترف والصنائع، وأنها مؤذنة بنهاية عمر الحضارة نفسها وبنهاية عمر الدول. يعني هو كما لو أنه قدمها بشكل إلى حد ما يعني سلبي، هل هذا الفهم صحيح أم أن له تفصيلا في ذلك أكثر؟ إن لذلك تفصيلا أكبر وأعم، فيمكن أن يكون هذا المعنى للمدنية التي هي جزء من الحضارة. فقضية الترف والبناء والعمران والفنون وغير ذلك مما ينتجه الإنسان هي جزء من الحضارة. أما الحضارة فينبغي أن نرى مركز في القرآن الكريم على قضية الهوية وأهمية دورها في البناء الحضاري للأمة. والهوية هي الخصائص المميزة للأمة التي تميزها فردا أو مجتمعا عن غيرها، وذلك بما يعني القيمة المضافة. وتقوم الهوية بالأساس على أركان أبرزها الدين واللغة والثقافة. والقرآن الكريم هو القيمة التي أضيفت لهذه الأمة في هذا العصر في مجال العمران والإنسان، فانتقل من الدلالة اللغوية لكلمة عمران في المعاجم وكيف أجمعوا على شمول ذلك. فلا ينبغي أن نقف عند الحد الظاهر للمعنى، وإنما نتجاوز ذلك. فالإنسان والعمران مترابطان في الحضارة. العمران متأثر بالإنسان في وجود هذا العمران وفي تدبيره ومصيره، ولذلك انتقل إلى عرض الآيات القرآنية التي حكى فيها الحق سبحانه وتعالى إنجازات عمرانية، قوم عاد، عمار سيدنا سليمان، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم. وعليه فلا بد للإنسان أن يفهم هذا الأمر ويعمل على ما أكد عليه القرآن الكريم من قيمة عمارة الأرض وأنها عبادة موجبة. ولو نظرنا إلى أسماء سور القرآنية نحن التي تحمل أسماء ودلالات عمرانية، سورة الحجرات، سورة المائدة، سورة الزخرف، سورة النور، سورة الحديد، هناك حوالي 10% من أسماء القرآن لها دلالة عمرانية. نعم. نجد كذلك ما يقارب 80 آية قرآنية لها صورة مباشرة لعمران. ويحتوي القرآن الكريم على حوالي 35 و100 مصطلح معبر عن العمران. ونفهم من ذلك بأن القرآن الكريم يعطينا لغة معمارية دقيقة. فعرض الآيات التي تتحدث عن البعد الوظيفي للبنيان لم يغفل القرآن في سياقاته من بين الضوابط الواجب الانتباه إليها
في مسيرة البناء الحضاري وأولها التقوى كما لم يغفل من التحذير من الممارسات الفاسدة. لا تقوم فيه أبدا لمسجد الأسكى التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وذلك قواعد البناء الحضاري في القرآن، يعني ينبغي أن ننتبه إليها. فالقرآن كتاب فوق الزمان ويتجاوز حدود المكان والزمان، فالذين يقولون ينبغي أن نتجاوز ذلك ونأخذ الحضارة الغربية مخطئون، والذين يقصرون ويكتفون فقط بتفسير آيات الأحكام والنظر إلى الأحكام العملية والطهارة وإليك أيضا يقصرون. فالقرآن الكريم يبقى دائما نبراسا وهدى يوجه الإنسان في هذه الحضارة الإنسانية التي يمكن أن يشع منها المسلمون كما أشعوا من قبل بحضارتهم على سائر الناس. والإنسان حين يتصرف تصرفا أو سلوكا غير حسن يقال سلوك غير حضاري، وإذا تصرف أو سلك سلوك الحسن يقال سلوك حضاري. فالقضية السلوك تحاسب الأمم على ما بنت عليه الحضارة. نعم. أستاذ الطيف لو أذنت لي، يعني هذا ما ذكرته الآن للتو يعني ربما يكون مرتبطا بطبيعة الحضارة الإسلامية، وهو ما يقودنا إلى الحديث عن منهاج القرآن في البناء الحضاري وأسس هذا البناء الحضاري في القرآن الكريم. نواصل هذا الحديث بعد فاصل قصير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا الفاضلين وطيب أوقاتكم جميعا. ما زلنا معكم في الحديث عن منهج القرآن في البناء الحضاري. أستاذ الطيف، يعني تحدثت قبل قليل عن المفهوم الإسلامي للحضارة، لكن ماذا عن المنهج الذي اعتمده القرآن الكريم في هذا في بناء الحضارة؟ يعني هل ثمة خريطة واضحة محددة لمنهاج القرآن في التأسيس الحضاري؟ نعم، بالأساس البناء الحضاري في الإسلام يقوم على مبدأ التوحيد. فحين يكون الإنسان موحدا يدرك وظيفته في الكون ورسالته التي كلفه الله تعالى بها، وهذا البناء لا يمكن أن يتأتى بإغفال عالم الطبيعة. فلا بد للإنسان أن يمارس العلم في عالم الطبيعة والأخذ بالأسباب فيه، فلا يتواكل في ذلك، لأنه لو اكتفى بالجانب المادي ما أمكن له أن ينجز حضارة في الإسلام. ولو أنه انزوى وابتعد عن المفاهيم القرآنية الداعية إلى النظر في الكون والتأمل فيه ما وصل كذلك إلى هذا البناء الحضاري. فلا بد للإنسان أن يستثمر القرآن الكريم كتوحيد لله سبحانه وتعالى، كتربية للإنسان، كصياغة وبناء للإنسان على كافة الصعد، ليس بناء جسده فقط وإنما بناء نفسه وفكره وعقله وروحه وخلقه وقيمه. ونجد الزمخشري تحدث ذات مرة قال: قريش والأنصار وثقيف ذو خلق، وعدهم متميزين. الحضارة لابد أن تقوم على خلق، وبدون الخلق لا يمكن أن تسمو الروح. عليك بالنفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وتزعم أنك علم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالإنسان هو محور الحضارة،
والإنسان هو الهدف من هذا الوجود الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. طب أنا أريد أن أقتبس لك ما قاله يعني وائل حلاق في كتابه الذي لقي انتشارا، وثمة بعض الكتاب والمفكرين الإسلاميين انتقدوا عليه ما ذكر فيه، وثمة من رأى فيه يعني موضوعية. ذكر بأن الدولة في الإسلام لم يتبلور مفهوم الدولة بالقدر الكافي، لأنه لم يكن هناك حضور حقيقي وعميق للقانون في الإسلام، وإنما كان الأمر يعني نابعا من جانب الضمير الذاتي للمسلم، من التقوى، من البعد الرادع الأخلاقي الذاتي في المجتمع المسلم. وبالتالي هنا أريد أن أسألك عن الدعامة أو الأس الأساس في التشكيل الحضاري في الإسلام انطلاقا من القرآن الكريم، ما هو؟ الله سبحانه وتعالى وجه الإنسان وزوده بقوى، والقول بأن الدولة الإسلامية لم تكن تحمل هذه المعاني من القوانين وغير ذلك هو مشاكل للحقيقة، لأن الدولة الإسلامية منذ بداياتها جعلت قوانين وتشريعات. صحيح أنها لم تجعل تفصيلات لنظام الحكم وشكله، وإنما نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدولة الأولى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله عز وجل، فيؤيده فيما أصاب ويصوبه إذا أخطأ في اجتهاده، ثم لما جاء الخلفاء وساروا على النبي صلى الله عليه وسلم بنوا الدولة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دون الدواوين، ونجد مفهوم الدولة يتطور بمرور الزمن، ونجد علماء الإسلام ينتجون من الأحكام ما لم يرد في النصوص اجتهادا، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن الدولة في الإسلام لم تكن قائمة بالمعنى الصحيح ونبقت معتمدة على الفرد، لا إطلاقا. القرآن خاطب الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب جمعي يخاطب جماعة، وهذه الجماعة تنظم حياتها وفق ما أمر الله تعالى به ونهى عنه، فما أمر الله تعالى به يعمل به، وما نهى عنه يمتنع عن القيام به، وذلك فيه حصانة لهذه الدولة بأفرادها وجماعتها. طيب هل يعني الإسلام يمتلك عقيدة قوية، هذا مسلم به، قوة هذه العقيدة كيف تلقي بظلالها على طبيعة الحضارة الإسلامية أستاذ الطيف؟ نعم، العقيدة هي الحاكم في سلوك الإنسان وتصوره، ولذلك نجد أن العقيدة الإسلامية في صفائها ووضوحها، ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد ركز على البناء العقدي إلى 13 سنة في مكة، ولما تمكت العقيدة من النفوس وخلت من فوائد الشرك والضلالة والانحراف، استطاع الإنسان المسلم أن يبني هذه الحضارة. فالعقيدة حاكمة ليس فقط في السلوك وإنما في الإنتاج الحضاري، فيتأثر المعمار. فنجد مثلا في حضارة الإسلام تقصيرا فيما يتعلق بالنحت، لأن نحت الأجسام عند اليونان وعند الرومان وعند غيرهم هو تشكيل لعقائدهم ووثنيتهم، وقد جاء الإسلام مواجها للوثنية داعيا إلى الوحدانية لله تعالى والتوحيد سبحانه وتعالى، فكان كل ما يصدر عن الإنسان من فكر وفن وشعر وثقافة وبناء وهندسة وعلم واختراع، كل ذلك يكون خاضع لهذه العقيدة، فما تجيزه أجازه وما تمنعه امتنع منه. طيب دكتور، يعني ثمة ربما تكون معضلة في التشكل الحضاري عند الأمم، وهو البعد الروحي والبعد المادي والبعد المعرفي. في الإسلام من خلال النصوص الشرعية، من خلال التركيز في النصوص الشرعية، ومن خلال الممارسة التي تبعت بعد ذلك، جاءت في الدولة الأموية والعباسية وما تلاها من دول، كيف وأم الإسلام أو وازن بين الأبعاد، بين البعد الروحي والبعد المعرفي والبعد المادي في التكوين الحضاري أو في تكوين الحضارة الإسلامية؟ نعم،
مؤسسة المسجد التي هي المؤسسة المحورية والمركزية في حياة المسلمين، والتي في ظاهرها محل للعبادة بمعناها الشعائري، أداء شعائر الصلاة، هي في الحقيقة يجتمع فيها العالم بالتفسير والعالم بالنحو والعالم بالفيزياء والعالم بالهندسة والعالم بالجبر والمنطق والرياضيات وغير ذلك. فمن هنا تتكامل هذه العلوم وتكون الدعوة إلى الإسلام غير خاصة بهذا أو ذاك، وإنما كل من له إمكان وقدرة على التبليغ يساهم في البناء الحضاري من جانبه بقدر ما يستطيع وما سخر الله تعالى له وما يسر. طيب، هناك مفهوم مهم في قضية الحضارة أستاذ الطيف، وهذا ربما يحتاج إلى بسط فيه وإلى نوع من الإطناب أو التوسع. موضوع الاستخلاف هذا مفهوم إسلامي بحت، فالإنسان في العرف القرآني هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، لكن الإنسان المؤمن ليس أي إنسان. طيب، كيف يمكن تحديد العلاقة بين المسار الحضاري الإسلامي وبين قضية الاستخلاف؟ نعم، الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان، وحين ننظر في مسألة الاستخلاف في القرآن الكريم نجد بدءا من آية 30 سورة البقرة، حين أخبر الله تعالى الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نجد كذلك: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقضية الاستخلاف هنا فيها تكريم للإنسان، هذا الكائن الذي جاء خلقه بعد المخلوقات الأخرى جعله الله سبحانه وتعالى متميزا متكرما: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك لو تأملنا في آيات الاستخلاف، الله سبحانه وتعالى يحدث الملائكة، ما زال لم يخلق هذا الإنسان، لم يوجد، نجد أن لفظ العلم تكرر ملتقات العلم 8 مرات: وإذ قال ربك المجد جائزة الخالدة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ونسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الصادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه القضية قضية العلم، تعليم الإنسان الذي ارتقى به المولى سبحانه وتعالى ليستثمر ما في هذه الطبيعة فيرمز للأشياء بمسمياتها، لأنه لو يعلمه الأسماء أسماء الأشياء يحتاج إلى معرفة الجبل، فلنتصور مشقة الذهاب إلى الجبل لمعرفته. لو أنه يريد أن يعرف السماء هل يمكن يرقى ليعرف السماء؟ لو أنه يريد أن يعرف أسماء المخلوقات الأخرى لابد أن يبدأ في ذلك مشقة. فالله تعالى علمه حتى يستنبط من هذه الطبيعة ويستخرج ما أودع الله تعالى فيها من أسرار وكنوز ومعادن وكل ما من شأنه أن ينفعه. وهنا أمر الله تعالى، يعني أول ما تزعني النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، تجد فيها 6 مرات
القراءة والكتابة وصف الكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا ليس احتباطا، فرب العالمين الذي خلق الإنسان وأوجده وجعله خليفة له في الأرض، إنما جعل له كل ما يحتاجه مسقا له بفضل هذا العلم. فالعلم إذن هو القوة التي ينبغي أن يعتمدها الإنسان لكي يكون منتزا وفاعلا. ولذلك لا يمكن للعمران أن يحصل إلا بهذه القوة العلمية والمعرفية، طبعا غير متجردة ولا معزولة عن الجانب التربوي الروحي الخلقي الذي يصله بربه سبحانه وتعالى. لأنه لو فوت هذا الجانب الروحي والخلقي وابتعد عن حق التوحيد لصار مثل غيره من الشعوب والأمم التي أنتجت حضارات فاسدة مدمرة. وبذلك القضية هنا قضية صلاح أو فساد. فالله لما استخلف الإنسان إنما استخلفه ليعمره، وجعل لذلك شروطا، وشروط هذا الاستخلاف عمارة الأرض، عبادة الله تعالى بقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلافته المذكورة في قوله تعالى ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالله حين استخلفنا سينظر ماذا سنفعل في هذا الاستخلاف. ولذلك علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالأرض هي عوامل ومكونات أساسية للعمران في هذه الأرض التي استخلفه الله تعالى فيها. وعلاقة الإنسان بالطبيعة بالأرض هذه العلاقة. طيب بالبشر. أستاذ الطيف لو تأذن لي بمقاطعتك، يعني هذا ربما هذه الجزئية ربما مرتبطة ب التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، هذا سنبحثه بعد الفاصل. لكن أبقى معك في هذا السؤال، يعني تحدثت عن قضية الاستخلاف وتحدثت عن البعد التكريمي أو التشريفي من الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه القضية، وتحدثت كذلك عن البعد التكليفي لكن جزئيا، وتحدثت عن الوسائل قضية العلم، وتحدثت عن العمارة. أريد أنا ما زال في نفسي شيء من قضية الاستخلاف، يعني ما الخلافة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يحققها من خلال الإنسان في الأرض؟ لو قلنا مثلا إن عمارة الأرض، ما طبيعة هذه العمارة، دعائم هذه العمارة حتى تكون واضحة في ذهن المسلم؟ نعم، العمارة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من الإنسان حين اشترط عليه شروطا لهذا الاستخلاف لا ينبغي أن يفسد في الأرض. إن قضية الإفساد هي أخطر ما يمكن أن يكون عليه الإنسان، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالإنسان المستخلف ينبغي أن يكون معمرا مصلحا. والله عز وجل إن استخلف الإنسان في الأرض وجعل الناس خلفاء، إنما المراد من وراء ذلك هو إقامة مراد الله عز وجل وما أراده لعباده بيد هذا الإنسان الخليفة. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله في هذه الأرض، ولكن له أوامر، له دواعي، له نواهي. فكل هذه الأمور حين يلتزم الإنسان بها يستطيع أن يعمر الأرض، يبتعد عن الفساد، لأن الله تعالى أمر بالعدل، بالقسط، بالإحسان، بالحرية، في كل معاني هذه الأشياء التي أثرت الإنسان بالتوحيد من دائرة العبودية لغير الله تعالى إلى العبودية لله وحده. وبالتالي لا بد للإنسان لكي يكون خليفة ولكي يعمر أن يلتزم بهذه المبادئ: العدل، الحرية، الكرامة الإنسانية، تعمير الأرض وفق هذه المبادئ والقيم. طيب نريد أن نبحث معك بعد الفاصل بعد القليل قضية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان وما يترتب على ذلك من التشكيل الحضاري في الإسلام. وقفة أخيرة ومن ثم نستكمل موضوع هذه الحلقة.
أهلا بكم أستاذ الطيف. هذه الحضارة في الإسلام ربما هذه تكون قضية جدلية لم يحسم النزاع فيها بعد أو لم تحدد بشكل واضح، يعني هل طبيعة الحضارة في الإسلام هي أخلاقية روحية بالدرجة الأولى أم أنها يعني مادية باعتبار أن الإسلام يحض على القوة ويحض على تنظيم حياة البشرية ولا يكون ذلك إلا من منطلق القوة وبالتالي هذا يستلزم قوة مادية؟ الحضارة في الإسلام لا تفصل بين ما هو بين ما هو روحي قيمي وبين ما هو مادي، فلا بد أن نجمع بين الجانب الروحي والقوة المادية. ذلك أن منهج القرآن في بناء الحضاري وتصور الإسلام للكون والإنسان ينسجم مع الفطرة في مخاطبة العقل. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تخلقون، لذلك فهنالك توجه للاستجابة أو الانسجام بين فطرة الإنسان وبين هذا المنهج القرآني. والإسلام حذر من الانحرافات، فالإنسان في الكون هو محور الوجود، هو الأساس، لكن هذا الإنسان ليس بجسده فقط وإنما بروحه بقيمه بأخلاقه. والله سبحانه وتعالى حين كرم هذا الإنسان وآتاه العقل والفطرة والإرادة جعله الإنسان السامي حتى أنه أسجد له أسنى مخلوقاته التي لا تعصيه أبدا، عليها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك هذا الإنسان بانحرافه وبفساده أحيانا وبطغيانه الله سبحانه وتعالى جعله مكرما، لكن في دائرة هذه العناية الإلهية، فإذا تاب ورجع وآب إلى ربه فإن الله يقبل منه. وبالتالي هذا المنهج الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره إنسانا باعتباره المستهدف بهذا الخلق كله، الله سبحانه وتعالى كرمه ودعاه إلى أن يملك القوة المادية المنضبطة لا المنفلتة. فعلماء الإسلام إن اكتشفوا ملح البارود كان بالإمكان أن يتوصلوا لاكتشاف القنبلة الذرية المدمرة للإنسان، ولكن المسلمين المقيدين بأحكام القرآن وتعاليمه والدعوة إلى الإصلاح ومقاومة الإفساد الذين يعبدون الله تعالى الذي لا يحب الفساد لم يتجه إلى ذلك. ومع هذا لا ينبغي أن نقول إن ملكية الأسلحة النووية والقوة والصواريخ وغير ذلك منافية للإسلام، أبدا. إنما المراد هو أن الإنسان في الإسلام هو محور الوجود، هو الذي طيب سخر الله تعالى له كل شيء. أستاذ الطيف، يعني نقطة مهمة أثرتها، يعني المسلمون الأوائل كانوا قادرين على أن يكتشفوا الذرة لكنهم أعرضوا عن ذلك وتجنبوا ذلك بسبب مركزية الإنسان وقيمته في التصور الإسلامي. وقلت أيضا بأنه مع أن امتلاك الأسلحة الذرية والنووية ليس منافيا للإسلام، ألا يعني ذلك نوع من التناقض الظاهري أو يحمل نوعا من نسب القصور إلى المسلمين في امتلاك أسباب القوة وتركها لغيرهم حتى وصلوا إلى مرحلة من التخلف والآن يلحقون بالغرب كرد فعل على ما وصل إليه الغرب؟ سيدي الكريم، المشكل في أساسه هو أن المسلمين الأوائل بلغوا شأوا في الحضارة والمدنية والصناعات والاكتشافات والاختراعات، لكن جاءت فترة مثلا هذا ملح البارود أخذه عنهم الإنجليز ثم بعدهم آخرون وطوروا. في ذلك الوقت بدأت الحضارة الإسلامية تتدهور وتراجع المسلمون حين فصلوا بين علوم التيسير وعلوم التسخير، وصاروا يهزؤون مما سموه بالعلوم الدنيوية، وصاروا مقتصرين فقط على الجوانب المتعلقة بأحكام الطهارة والميراث وغير ذلك. ولا يوجد تناقض بين ما قلته، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فحين قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أولا تبذل الوسعى في امتلاك القوة، وقال من قوة لم يحدد القوة، ضرب مثلا للناس في ذلك الوقت رباط الخيل الذي كان العرب والأمم والشعوب تستعمله
فإذا وصلنا إلى عصرنا نجد أن القوى المادية والأسلحة المتنوعة هي مطلب أساسي شرعي ومن أوكد الواجبات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون لكي يرهبوا عدوهم، ليس بمعنى الإرهاب الذي يصفوننا به، وإنما حتى يهابنا أعداؤنا، حتى يهابنا أعداؤنا، وحتى يدرك قوتنا ومنعتنا. ولذلك إن علينا ألا نفعل ما فعله أسلافنا في زمن من أزمنة من ركود وجمود وتوقف عن الإنتاج الحضاري والعلمي وكل ما يتعلق بالفكر والثقافة والفن والإبداع والسلاح والاقتصاد والسياسة والاختراع وعلم الفضاء وطبقة الأرض والمعادن والجيولوجيا وغيرها. ينبغي أن ندرك اليوم كمسلمين حاجتنا إلى امتلاك هذه القوة لكي نكون أمة قوية. أما أن نلهث وراء الغرب، أن نحاول استيراد ما أنتجوا، فإننا لن نلحق بهم في ذلك ما لم نستقل بأنفسنا ونعتز بشخصيتنا. فعلماء الإسلام الأوائل بتلك العزة بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، استطاعوا أن يستفيدوا من علوم الآخرين ويترجموا كتب الإغريق واليونان ويطوروا تلك المعارف وينتجوا حضارة رائعة بناء على مكتسباتهم. لأن الإنسان المسلم ليس إنسانا غبيا، الله تعالى أعطاه عقلا وجعله فطرة سليمة وكرمه ويسر له التعامل مع قوانين الطبيعة التي سخرها له. ولذلك إذا نهجنا هذا النهج وسرنا وفق هذا المنهج وهذه الطريقة، نستطيع أن نتجاوز، لا أن نقول أن نلحق بالأمم الأخرى، ونستطيع أن نتحرر ونعود إلى موقع الريادة والسيادة والقيادة، لا أن نكون كما نحن اليوم متخلفين متراجعين تابعون لغيرنا يحكمون في كل صغيرة وكبيرة فينا، نستورد غذاءنا ولباسنا ودواءنا ووسائل اتصالنا، وهم الذين يمتلكون ثرواتنا ويستخرجونها ويعيدونها إلينا مصنعة. نعم أستاذ الطيف، يعني كيف يتصور الإسلام الكون والحياة والإنسان وأثر هذا التصور على الشكل النهائي للحضارة الإسلامية؟ نعم، سألتك عن التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، وماذا عن أثر هذا التصور في تقرير طبيعة الحضارة الإسلامية؟ نعم، التصور في الإسلام لا يفصل بين هذه العناصر. أولا وقبل كل شيء، الله المستخلف جعل خليفة ومستخلفا فيه، وهذا المستخلف وهو الإنسان في هذه الأرض التي استخلف فيها ينبغي أن يكون في ضوء الوحي. وعليه هذا الإنسان إذا استطاع أن يقنع نفسه، وإذا استطاع الإنسان أن يمكن العقيدة من نفسه وأن يتحكم في سلوكاته وفق هذا النهج العقائدي ووفق حرية الفكر والعقل والرأي والنظر والتدبر، وقام العدل في الأرض. لأن أخطر ما يعاني منه الإنسان هو التسلط والتجبر والطغيان والاستبداد. وبذلك إزمتنا اليوم ليست فقط إزمة عقل، وإنما إزمة أنظمة سياسية متحكمة في مصائرنا، عميلة لمن نصبها علينا، فحجرت الفكرة وعطلت العقل وجعلت الناس يتهافتون على فتات ما أنتجه الغرب دون أن يوجد بناء حضاريا صحيحا. فلا بد إذن من خطوات جريئة لتغيير العقل وبناء العقل العربي الإسلامي من جديد، والتعامل مع الأنظمة الحاكمة بإبعادها وإزالتها عن واقعنا، ليقوم فينا العدل وليقوم فينا الإنصاف، ولكي تجتمع كلمة الأمة. لأن الذي حصل من تفريق بين الناس جعلهم يتقاتلون، عدنا إلى القبلية من جديد، فقبائل أزد وبنو بكر والتغلبيون وقريش هي الدويلات الموجودة الآن،
الإسلام جاء ليبني أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ولذلك هذا المبدأ حين غاب، غاب معه كل بناء. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وأخرها الصلاة. وإذا نظرنا في تفسير التابعي الجليل قتادة لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى غير ذلك. يقول: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأعراهم جلودا وأجوعهم بطونا على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، ليس في بلادهم يحسدون عليه، من عاش فيهم عاش شقيا ومن مات فهو إلى النار. هكذا كانت أمة العرب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام وبنى فيهم هذه العقيدة وبعث فيهم هذا الوازع وحرر عقولهم وصنع الإنسان الذي استخلفه الله تعالى في الأرض، صاروا سادة الأمم ونشروا الخير في الأمم وساد فيهم العدل. ولكن كل ذلك لا يكون إلا بالأخذ بالأسباب. إذا كان سيدي ابن عطاء الله السكندري في كتابه التنوير في إسقاط التدبير يقول: لا تدبر مع الله، وإذا كان لك أن تدبر فدبر أن لا تدبر، لكن يستدرك. يقول: أما فيما يتعلق بأسباب المعاش والتداوي فالأخذ بالأسباب لازم. ويستدل ببيتين معناهما مقتبس من سورة مريم، يقول: ألم تر أن الله قال لمريم: هزي إليك الجذع يساقة الرطب، ولو شاء أدنى الجذع من غير هزها إليها، ولكن كل شيء له سبب. فلا بد من تعاطي الأسباب ولا بد من الأخذ بها، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. نعم، في دقيقتين، هاتين الدقيقتين الأخيرتين من وقت هذه الحلقة أتركهما لك تتحدث فيهما بحرية ضمن موضوع الحلقة مما لم يرد فيه الحديث. في تقديري إن أمة الإسلام اليوم تشهد صحوة رغم الصراعات المريرة ورغم ما تلاقي من دمار وخراب وتشريد وقتل وفتن وترهيب وإرعاب، إن هذه الأمة بما تشهده من هذه الصحوة المباركة بحاجة إلى أن تثق بنفسها وأن تغرس في أبنائها قيمة التغيير، تغيير ما بنفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة نعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد من أن نغير ما بأنفسنا حتى يتغير ما حولنا. وينبغي أن نكون مؤملين، لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومما حفظت عن سيدي الصوفي سيدي عمر بن جمعة العالم الزيتوني رحمه الله في الفرج، قال الحجاج بن يوسف الثقفي كان طاغية ولكنه كان عالما، تكلم عن الفرج. نعم. قال لي: كلف الأصبحي وعبد الملك الضبي بأن يبحث عن نعم. كل كلمة عربية فصيحة مخافة اندراسها. فانطلق الأصبحي يبحث، وبعد بحث طويل جاءه بكلمة هي الفرجة. قال: ما هي؟ قال: الممر بين جبلين. قال: تأتيني بلغة من هي وبيت شعري يوثقها. نعم. قال: من يستيك بهذا؟ قال: عندك 3 أشهر، إن لم تأتي بهذا أضرب رأسك. انطلق الأصمع يبحث، ومدة 2 شهر و28 يوم عند الزوال نزل. نعم. في بادية فولد راعيا يغني وأغنيته فيها أمل. نعم. دع المأخير تجري في أمنتها ولا تبيتن إلا ناعم الباب، فبين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، فلربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نعم. فرح بوجود ظلاته بيت الشعر وألوه، ومزال في تلك الفرحة وإذا براع آخر يخاطب ذلك الراعي. نعم. يسمع، قال: ما لك؟ قال: لم أسمع. قال: لقد مات الحجاج منذ 3 أيام. قال الأصمعي: لست أدري بأيهما أفرح، بوجود ضالتي أم بموت الحجاج، فستفرج على أمة الإسلام بإذن الله تعالى. أشكرك. وتبني حضارتها مجددا إن شاء
تعالى. أشكرك لفض فوك أستاذ الطيف، يعني أدركنا الوقت. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الطيف موسى الجمني أستاذ التفكير الإسلامي، شكرا لكم، دمتم في حراسة الله.